هذا نموذج من الخطوط اللي استعملها جدودنا في كتابة المصحف الشريف وبشكل جدا متقن. ولما تكتب كتاب مهما كان موضوعه بجانب الخطاط وموهبته، كنت تحتاج تتقن مجموعة من الفنون، منها صناعة الورق، وحتى لو جاك الورق جاهز تحتاج تعرف كيف تعد الورق بشكل جيد للكتابة، وبعدها إعداد الحبر والألوان وغيرها، خيارات ومهارات موضوعها كان ديما مثار فضول عندي شخصيا. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي، ضمن سلسلة فسيفساء، السلسلة الرمضانية الاستثنائية. اليوم ومن ضمن المواضيع الرمضانية بنتكلم على حاجة نحبها شخصيا وعشت معها طول فترة طفولتي، وهي فن الخط. ومش أي خط، خط مغاربي، جزء من هويتنا البصرية الليبية. رمضان مبارك، يسنمر في اللون أوزوم بالأمازيغية وسلانجو بالتبوية. الصورة اللي عرضتها للمصحف في المقدمة هي لخطاط ليبي لازم يجي يوم ويتسمى واحد من المواقع أو المدارس متاع الفنون الليبية أو قاعاتها باسمه، وينحط طابع بريد ليه ونتكلم عليه لين يعرفوه الأجيال الجاية. الخط والمصحف كامل من عمل الفنان والخطاب الليبي بجدارة المرحوم الشيخ محمد مدور الغدامسي، شخصية بجديات رائعة. واللي يزيد من قيمتها وقيمة الخدمة اللي دارها هو كونه كتب مجموعة نسخ من القرآن الكريم، على الأقل 4 ما زالت متداولة في غدامس أو في مساجد غدامس إلى وقت قريب، والباقي في ملك الخواص. يعني الشيخ محمد المختار مدور، ونعود اسمه باش يترسخ ويتخلد اسمه في أذهاننا، الشيخ محمد المختار مدور توفي في سن 40، تخيلوا بكل الإنجازات اللي دارها. بالرغم من قصر يعني بقائه معنا الله يرحمه رحمة واسعة، كان إمام خطيب مسجد يونس في غدامس، وكانت وفاته في نهاية العهد العثماني الثاني. وعلى فكرة بس يعني الخط متاعه كان ملكة راه، يعني موهبة هو نماها بروحه. يعني مثلا ما مشاش لمدرسة تحسين الخط في القاهرة، أو تعلم في الزيتونة مثلا في الخلدونية، أبدا، كانت موهبة وهو نماها بالممارسة. هذا اللي قاله لي صحابي عبد الجبار الصغير والصديق أبو القاسم يوشع، اللي هم 2 من غدامس ويملكوا جمعية اسمها جمعية غدامس للتراث، وعندهم نسخة من هذا المصحف. شخصية الشيخ محمد المختار مدور تثير الاهتمام بدون شك، بس مش هي الشخصية المحورية في الموضوع، بالرغم من أهميتها بالنسبة لنا كلنا كشخصية ليبية. حتلاقوا اليوم ما نجيبش أسماء أشخاص إلا للضرورة، ولكن اللي بنجيبه لكم أنواع الخطوط اللي استعملها الليبيين عبر التاريخ. بدون شك الخط العربي أو الخطوط العربية لها في الاستعمال في ليبيا أكثر من 1300 سنة، وفي طول هذه الفترة أبدع وطوع ولين وشكل جدودنا هذه الخطوط حتى ولت علامة مميزة ليهم. ولأني مهتم بالهوية البصرية لبلادنا، حبيت نعرفكم بالخطوط اللي ممكن بعضكم ما عمره شافها في حياته، ولا ممكن بعضكم شافها في المصحف، وممكن يا أخي بعضكم يقرأ بها كل يوم المصحف بدون ما يعرف القصة متاعها. صحيح هل منكم اليوم يقرأ في القرآن بخط مشرقي اللي خط به المصحف المعروف باسم المصحف الجماهيرية، لكن راه المصاحف الورش كانت دائما تكتب بخط مغربي. يعني هذا هو الخط اللي يستعمل فيه جدودنا يا أخي، الخط اللي الوحيد يعرفوه جدودنا اللي يعرفوا يكتبوا يقروا بالعربية.
وبعدين بنشوفوا الأمازيغية حتى هي مكتوبة به بهذا الخط، يعني الخط المغربي بأنواعه هو الخط اللي عرفه الليبيين في أغلب مسيرتهم مع اللغة العربية والكتابة بالأمازيغية. وهني عندي مصحف بنوريكم بعدين متاع مجمع الملك فهد للمصحف الشريف بهذا الخط، بهذا القلم. هذا الخط ولو هلبة من الليبيين ما يعرفوش شيء، لكن خط ليبي ويعبر عن الهوية الليبية بامتياز. والخط اللي كلنا يستعمل فيه اليوم خط دخيل علينا، جانا مع بداية تطور الطباعة والمدرسين المصريين وغيرها اللي مش هذا مجاله، حنتكلم عليه بعدين في ربما نهاية الحلقة. عارف أكثركم حيستغرب أن الخط المغربي هو الخط اللي استعمله اللي غالبية من الليبيين، ومنهم من عاش ومات وما يعرفش غيره. يا أخي زي ما بنوري لكم في مؤسستنا أكثر من 80 مخطوط تملكها مؤسستنا، حوالي 90% منها مكتوبة بهذا النوع من الخطوط اللي تعرف عليها الناس باسم الخط المغربي. وإن كانت الحكاية تبي شوية تفصيل حنجوها أنواع، يعني الخطوط اللي سابقة زمان استخدموها جدودنا. طيب جدودنا الليبيين كتبوا عبر التاريخ بحروف هلبة، أولها وأقدمها الحروف التفينار اللي هي بأنواعها، ما بيش نخش بالتفاصيل حرف الليبو إلى آخره، هذا مش موضوعنا، وتطوراتها. وكتبوا بالحرف البونيقي، وكتبوا بالحرف، فيه شواهد قبور بالبونيقية مثلا كتبت باللغة الأمازيغية مع أن هي مكتوبة بحرف بونيقية، وفيه الحرف اللاتيني، فيه نعرف أبيات شعرية كتبت باللغة الأمازيغية بحرف لاتيني، وأخيرا بالحرف العربي، يعني أنواع وشواهد قبور بالحرف اللاتيني باللغة الأمازيغية وغيرها. المهم يعني في حتى أشكال من الحروف كتبوا بها جدود، نحن اليوم للأسف ما نعرفوش حتى شن النطق متاع كل حرف منها، يعني في بونجيم وغيرها. به يعني الكتابة بالحروف اللي بينكتبوا بجميع الحروف، ولكن اليوم بنركزوا على الحرف العربي اللي كان آخر الحروف اللي كتب بها الليبيين باللغة العربية والأمازيغية، ويعني عاش معهم طول هذه الفترة. وبنعرفوا كذلك أن الحرف العربي مش الليبيين بس اللي تبنوه وتخلوا على حرفهم الأصلي، الشعوب الإسلامية عموما دارت نفس الشيء، استخدموا هذه الحروف وطوعوها على الأشكال والوظائف اللي تخدم لغتهم. مثلا عندنا الخط الفارسي، مثلا الفرس مثلا كان عندهم خط يتسمى الخط الفهلوي، وحولوه إلى خط متداول لعند اليوم ونعرفوه بشكله، بمجرد ما تشوفه تعرف أنه هو فارسي، اللي هو الفارسي أو الرقعة أو الفارسي المعلق. وهذا جانا لليبيا كذلك زي ما بنشوفه عن طريق العثمانيين، ومثلا حتى شبه الجزيرة الهندية اللي هي تعرف تاريخيا باسم بلاد السند الهند اليوم، حولوا حروفهم الوطنية اللي هي السنسكريتية واستخدموا الحرف العربي اللي هو أصلا تحوير للحرف الفارسي واللي مستعمل عندهم لعند اليوم في باكستان مثلا. ونفس الشيء الأمازيغ تركوا كل الحروف اللي كتبوا بها قبل الإسلام واستخدموا الحرف العربي، أعطوه حتى هو خصوصية مغاربية بامتياز، وسمي تجاوزا بكل أنواعه باسم الخط المغربي، واللي أكيد إجحاف في حقه كله، يعني نعطوه اسم واحد. وبدون شك حنوري لكم مخطوطات على كل أنواع الخطوط اللي كتب بها جدودنا. زي ما قلت الخط اللي بنتكلم عليه اليوم يمس بشكل كبير الهوية البصرية الليبية، والموضوع هذا في نظري مهم، وهو موضوع جمالي تاريخي تعبيري بياني زي ما بنشوفه مع بعض. وهذا الموضوع يعني حقيقة يعز علي هلبة أني شخصيا، ودرت عدة حلقات عن الهوية البصرية في ليبيا. فكل أنواع الخطوط وبدأت مؤخرا في التعلم أنا شخصيا، يعني تعلم الخط المغربي، لكن شغفي به قديم، يعني قديم هلبة، وكبرت عليه في حوشنا يعني وعيلتنا. جد الله يرحمه، أو بالأحرى هو جد بوي، كان خطاط ومبدع، ويخي من المهن متاعه لعند آخر يوم في حياته كان نسخ المخطوطات. يعني عندي هذه فاتورة كان كاتبها لشخص انسخ له كتاب وكاتب فيها الثمن متاع الورق والثمن متاع النسخ وإلى آخره. حقيقة جدي كان مبدع في جميع أنواع الخطوط يعني.
وكان عمي كذلك خطاط، أبوي في خط الرقعة ما لقيت حد زيه الله يرحمهم أجمعين. اليوم حنجيب أمثلة من مساجد قديمة هلبة بالخط القيرواني في الزخارف وغيرها، ولكن أهم من هذا المخطوطات اللي زي ما بنشوفه في الغالب انكتبت بخط المبسوط والمجوهر. أنا مش عارف خيني نقصت ولا أسماء الخطوط قبل ما نعرفكم. اللي هو المجوهر كان غالبا في العناوين، والحكاية تتفرع من غادي. قبل ما نخش في تفاصيل الخط المغربي لازم نعطي عليه خلفية تاريخية، وكيف وصلنا بالشكل اللي وصلنا، وكيف اختفي من الاستعمال اليومي. وبهذا نقول يعني ما فيش حاضرة من حواضر ليبيا إلا واستعملت الخط المغربي من برقة لعند طرابلس، وحقيقة من برقة لعند الأندلس كانوا كلهم يستخدموا في الخط المغربي. لكن ليبيا اليوم الجغرافية عندنا من جدابيا نلقوا أمثلة، زويلة، طرابلس، شروس، كاباو، غدامس، الحواضر الليبية عموما بدون شك، مرزق، غات إلى آخره. وبدون شك ازدهر فيها الخط المغربي. وبعليش يعني بنستخدم كلمة الخط المغربي لتسهيل الفهم، وإلا هو أنواع وأشكال زي ما قلت، ولكن كلها تخش تحت مسمى الخط المغربي. والمغرب هنا راهو مش المغرب بلاد الأقصى مراكش أبدا، المغرب في كتب التاريخ الإسلامي يطلق على كل إفريقيا الشمالية اللي هي غرب مكة المكرمة في فترة من الفترات، وبعدين أي شيء غير بالقاهرة في مرحلة تاريخية تانية، وهذا موضوع طبعا تاني، ولكن الأدق والأصح أن يقال إفريقيا الشمالية. هذا بس يعني مش موضوعنا، لكن حبيت أنبه عليه. إذن الخط المغربي زي ما نعرفوه اليوم هو امتداد لخط عربي آخر سبق منه، اللي هو الخط الكوفي اللي هو وصلنا مع المسلمين الأوائل. والخط الكوفي هذا شكله تطور عندنا وتغير وطوعناه، ولا خط مغاربي قائم بدته. الحقيقة ربما أبعد من هي قضية الخط الكوفي، الخط العربي نفسه بدأ بالخط النبطي اللي هو أعطانا الخط العربي، وأساسه منه جاء الخط الحجازي، ومنه تطور للخط الكوفي الحجازي، وبعدين تطور للكوفي، وبعدين جاء بعدها الكوفي القيرواني، وبعدين جاء القيرواني بحكم أنها أول حواضر الإسلامية طبعا في وقتها. ومن القيرواني جاء الخط الأندلسي، مشى من القيروان للأندلس، وبعدها جاء الخط الأندلسي الفاسي، ومن الخط الأندلسي الفاتي جاء الخط المغربي. وحتى التفريعات هذه نفسها أنواع. الخط المغربي عموما يشترك ويتميز في تحريفه لشكل الخط أو بقائه على العناصر الأساسية في الخط العربي. يعني الخط المغربي هو الأساس، واللي تغير هو الخط المشرقي عموما. مثلا يتميز بطريقة مختلفة عن الخط اللي متعودين عليه في مدارسنا اليوم. مثلا يعني نلقوا القاف بدل ما تكون نقطتين من فوق نقطة واحدة بس من فوق زي الفاء توه، والفاء ولت نقطة واحدة من لوطة. الكاف لما تجي في نهاية الكلمة فيهاش همزة، ما عندناش الكاف اللي كان مفتوح ولا همزة فاخر سطر. والحروف المنقطة في آخر الكلمة ما تندارش فيه يعني مثال كلمة الأربع حروف اللي تنجمع في كلمة ينفق، لما تجي في آخر الكلمة مش ما تديرش عليها نقاط زي الفاء والقاف والياء والنون. الكلمة ما تلقوش عليها نقاط، يعني المهم غير هلبة من الخصوصيات الشكلية. واللي بيتوسع في الموضوع هذا متاع القلم المغربي، مش الخط، القلم المغربي زي ما يسمى عند الخطاطين، يراجع كتاب دليل الحيران على مورد الضمآن لإبراهيم المرغني التونسي، اللي هو شرح لكتاب العلامة محمد الشريشي الفاسي المعروف بالخراز. وهذا كانت تبوا تعرفوا كيف قوانين ضبط شكل الحروف الهجائية العربية عند المغاربة. تقولوا في فرق؟ ايه في فرق، حتى في قراءة المصحف والتنقيطات متاعه والتنوينات راهو يختلف. لازم تعرف هذه الأشياء وتقرأ هذا الكتاب باش تقدر تقرأ المصحف بالخط المغربي بطريقة أفضل وأصح. ومنه تتفرع المواضيع التانية. المهم احنا حنتكلموا على موضوع تاني اليوم، مش المصحف والقرآن وحفاظه، بندير عليهم حلقة في رمضان هذا بإذن الله، وأول مدرسة لتحفيظ القرآن في ليبيا. المهم موضوعنا اليوم هو موضوع فني جمالي وهوية بصرية فقط، يعني مش موضوعنا القرآن نفسه. به نولو التالي السبب في انتشار الخط الكوفي اللي أعطانا الخط القيرواني، والقيرواني اللي أعطانا الخط المغربي، سببه أو الأندلسي بعد المغربي زي ما قلت في الحلقتين اللي فاتوا، أن المدارس الدينية والمذاهب اللي كانت منتشرة عندنا كانت مذهب الكوفيين والبصريين.
ما تخرج المذاهب اللي نعرفوها اليوم. ففي انتشارها انتشر الخط الكوفي، وخطي خط بروحه وتسمى بعدين القيرواني، وهو حقيقة من أجمل أنواع الخط المغاربي وأجودها وأصعبها في نظري. وانشهر يعني انشهر عندنا أغلى وأجمل أنواع المصاحف في العالم الإسلامي. صحيح هذا في تونس في القيروان انشهر فيها أجمل وأغلى أنواع المصاحف في العالم. رأوا تاريخ أفريقيا الشمالية، احنا باخسين فيه تاريخ جميل جدا جدا وفيه أشياء وتنوع كبير جدا جدا، المعروف بالمصحف الأزرق اللي انكتب بكري بخط كوفي قيرواني جميل وتسمى بالمصحف الأزرق، اللي انكتب في الغالب في القيروان زي ما قلت في القرن الرابع الهجري. والسبب في التسمية بالأزرق لأن البارشمنت الورق متاعه متنقع في مادة النيلة، وهي مادة استخدموها جدودنا في التلوين باللون الأزرق الغامق. وهذا الخط انكتبت به حاجات هلبة منها زخارفة المساجد وغيرها، والخط طبعا هنا في الشنسمان كتب مذهب يعني. وعلى ذكر المساجد وخلينا نعطيكم أمثلة من مساجد كتبت بهذا الخط. في جبل نافوسة عندنا مسجد في مدينة كاباو يتسمى مسجد نوميت، فيه خط جميل جدا متزخرف على الجبس، يمشم خط صعب يعني الزخرف على الجبس لو ما عندكش التقنيات، ومتقن بشكل مش عادي. لو عرفنا يعني التاريخ متاعه اتقانه يعتبر شكل مش عادي في ذاك الوقت في القرن الخامس الهجري، أي حوالي 1000 سنة فاتت. شوفوا معاي كيف نكتب بخط قيرواني مائل أو خط المهدية اللي طوروه الفاطميين حسب المؤرخين. شوفوا بالله الجمالية. والتاريخ المكتوب عليها عليه اللوحة هذه أو الجدارية هذه 454 هجرية اللي هي حوالي سنة 1062. لا مش هيك بس، المهم هنا أن نعرف حتى اسم الخطاط اللي هو الشيخ عبد الملك ابن يعقوب النافوسي، اللي مفروض هو كذلك يصدر فيه طابع بريدي باسم باللوحة اللي دارها هذه وتتسمى باسمها أسماء مؤسساتنا وشوارعنا وربما حتى الفلوس متاعنا. علاش لا، الناس تفتخر بهذه الأشياء، هذه تدل على عراقة الشعوب. هذا الخطاط اللي بالماهر اللي مر على وفاته أكثر من 1000 سنة خلى بصمته المهمة على جدار مسجد نوميت العتيق رحمه الله رحمه واسعة. فيه الاسم متاعه مرة تانية هو الاسم الخطاط هذا عبد الملك ابن يعقوب النافوسي. للأسف الشديد زي ما بنشوفه في بلادنا الخطاطين مش متعودين يحطوا أسماهم على أعمالهم إلا ما ندر، والمخطوطات طبعا حالة استثنائية لأن للتوثيق لازم يكتب اسم الناسخ. ومش هذا أقدم مثال يا أخي، في أمثلة هلبة عن مش المسجد هذا أقدم مثال، في أمثلة هلبة مش شوية، لكن ما عندناش مرات لا تاريخ ولا اسم الشخص اللي دارهم. في غالب الأوقات زي ما قلت مثلا خطوط أقدم مسجد في جبل نافوسة مسجد شروس، وهذه أقدم من متاعت نوميت بهلبة. ببساطة نعرفوها أقدم بهلبة الخطوط هذه لأنها اندارت بخط كوفي صرف، ومعها نلقوا في كباو نقش آخر. المهم الخط متاع الشروس هذا انكتب بخط كوفي صرف، دليل على أنه هو سابق للكوفي القيرواني وسابق للقيروان بهلبة. بعدين نلقوا نقوش تانية في مسجد إبانين اندارت بكوفي مربع، دليل على قدمها وبدون شك أقدم من نقوش حتى تنوميت نفسها. به النقوش بالخط المغربي في ليبيا أكثر من أن تحصى، وهي من القدم اللي عزز التواجد القديم للخط المغربي عموما في كل ربوع ليبيا. وما نكتروش من في النقوش والشواهد متاع القبور وغيرها، ونخشوا للمخطوطات. والمخطوطات هي اللي في الغالب تحمل اسم النساخ متاعها. خلينا نعطي أمثلة من المخطوطات وصلتنا من خلالها نتعلموا عليه نوع الخطوط اللي هي أنواع هلبة. يعني مثلا القيروان اللي سمعتوا به هو تطور من الكوفي مباشرة، وهذا مش عملي في كتابة المخطوطات. يعني المخطوطات الطويلة حيكون صعب الكتابة به، وهذا مثال على القيرواني. ولكن زي ما نشوفه في المخطوط مش عملي لكتابة نصوص طويلة، ولكن أجمل وأحلى مخطوطات وصلتنا استعمل فيها هذا الخط بشكل مجمل ومكمل للمخطوط. وفيه زي ما قلت هنا مش هدفي نبين الخط الجميل، بل نوري أن جدودنا كتبوا بالخط المغربي كل شيء من كتب ووثائق وحجج وحجابات وشكايات ومظالم وغيرها. كان الخط المغربي هو الخط
وقبل العهد العثماني ما كنتش تشوف الخط المشرقي نهائيا في ليبيا. هنيه نلقوا الخط المبسوط كمثال من في كتاب لنص وخط مجوهر في كتابة العنوي، وهذا المخطوط وأختبر لنوريلكم في حوزة أو أرشيف مؤسسة توالي الثقافية. وطبعا في من أماكن متفرقة من ليبيا كذلك أهمها غدامس، هذا مثال على جزء يعني من المصحف بالخط المبسوط ومنقط بالليبي. يعني الحقيقة فيه أمثلة هلبة، وأنا بنعطيكم حتى هنا مثال تاني من مصحف من كتابة جدودنا مكتوب بالخط المغربي ومنقط بنقوط حمراء اللي كان يستخدموا فيها في الزعفران وبالخط المبسوط. ونعطيكم مثال تاني أهو من هذه المخطوطات اللي انكتبت بالخط المغربي المبسوط، هذا وهذا متنقط بنقاط صفراء وحمراء كذلك. وكان جدي ربي يرحمه كان يطلع في اللون الأحمر والأصفر من سامحوني، كان يغلي في قشور الرمان، والأحمر يطلع فيه من بق والزعفران، طبعا الزعفران كان غالي فالبق كان هو اللي يأخذ منه أكثر، والكحل والنيلة اللي يجيبوا فيها الوحيدة من أفريقيا، وغيرها من المواد التلوين اللي كانت تصنع محليا، والحبار نفسه كان يصنعوا فيه محليا يتسمى طفيزة في جبل نفوسة، ويأخذوا فيه من الزينوز اللي هو يكون عالق بصوف النعاج، الروث اللي يعلق في سوق النعاج أو الخروف، ويحرقوها بالصوفة متاعها ويخلطوها بمية. والحلقة حقيقة مش طويلة هلبة، ولهذا بنخلي في المستقبل حلقة عن الورق والحبر وصناعته في طريقة تقليدية. يعني مثال بس، هذه الرشادات هذه اللي جايبها معايا من جهة الرحبات أو هذه الزرقة كذلك كانت تستخدم حتى هي للتلوين. كان فيه الكحل النفوسي المعروف تاريخيا، نلقوا كل الرحالة ابن حوقل وغيره وغيره تكلموا عليه، وكان الزعفران كذلك. المهم الشاهد في هلبة ما ينقال عليه الخط وصناعة اللون والحرف. يعني المهم حبيت أن نمر عليه بالسريع على أنواع الحاجات اللي يستخدموا فيها. المهم خلونا نولوا على السريع على أنواع الخطوط المغربية. الخطوط المغربية مش قلنا تفرعت من الكوفي، أولها القيرواني واللي منها طلع الأندلسي، وبعدين الأندلسي الفاسي، ومنها المغربي، والمغربي الأندلسي الفاسي طلع منها المغربي، والمغربي طلع منها المغربي المبسوط والمجوهر اللي أعطيت عليهم أمثلة. وكل اللي فات المكتبة متاع المخطوطات موجودة منها، ومنها يعني في مؤسسة توالي الثقافية. وبعدين في طلع فيه كذلك الخط المسند أو الزمامي، هذا الزمامي يستخدم في الوثائق وبنجيه بعد شوية. وطبعا من هادو تفرع الخط السوداني منه التمبكتي، وهذا مخطوط في حوزة مؤسستنا اللي هو هذا بالخط السوداني، وهذا تفرع بروحه التمبكتي، والله من أجمل الخطوط اللي رأيت في حياتي. وهذا مخطوط يعز علي هلبة بجديات، يعني لأني أنا شخصيا جبتها معاي من إفريقيا زمان، مشيت من السنغال إلى كينيا على أي حال. وبجديات الأمثلة للخط المغربي الجميل وتفرعاته ما تتمش. قبل شوية قلت بنتكلم على الخط الزمامي، وهو الخط متاع تحرير العقود، وهذا مثال لطيف من العصر العثماني واللي فيه بديل اختلاط في الحروف بين مشرقي ومغربي، ولكن المغربي كان هو الشائع حتى في العصر العثماني. وهذه مخطوطة وضعها المؤرخ الليبي والأستاذ القدير سعيد حامد في صفحته في الإنترنت، وثيقة أثارت فضولي اللي هي وثيقة زراعة الأفيون في الزاوية وغريان، وهي مكتوبة بخط يعبر تعبير كامل عن مرحلة التنقل من الخط المتعودين عليه جدودنا لخط جابوه العثمانيين معهم. الوثيقة قدامكم، الوثيقة ترجع لسنة 1282 هجري، يعني تأخرت هلبة، يعني حوالي 1866 ميلادي،
والخط المستخدم خط مغربي جميل يتسمى المسند أو الزمامة زي ما قلت، وهو الخط اللي في الغالب عملي ولكن واضح اللي كتب به متأثر بالخط العثماني الفارسي. وزي ما تلاحظوا الوثيقة محررة بهذا الخط، بينما الحواشي والتوقيعات عثمانية، وفي أمثلة ثانية هلبة، ولكن ربما تأثيرات الأزهر والدراسة في مصر كان لها أثر كبير على الخيارات في الخط. يعني مثال جدي الله يرحمه اللي قريف الأزهر سنة 1896 جي متأثر نوعا ما بالخط المشرقي، مع أنه يكتب بجميع أنواع الخطوط، وهو قري يعني زي ما وريت لكم، وهو قري في وكالة الجاموس في الأزهر الشريف. وعلى ذكر وكالة الجاموس خلي نوري لكم مجموعة من المخطوطات اللي في أرشيف مؤسسة التوالت الثقافية ترجع لوكالة الجاموس كأمثلة على الخط المغربي المتداول عند جدودنا لعند السبعينات. ووكالة الجاموس هي المكان اللي يمشوا زمان الطلبة ما يبعتوش معهم، ما يعطوهمش منحة، فيمشوا في الدول مثلا النفوسيين كان عندهم وكالة في مصر، يمشوا وقف يعني يمشوا يسكنوا فيها، وكذلك الجربيين وغيرهم، والليبيين مثلا الغدامسيين كان يمشوا لتونس في الزيتونة، وكذلك النفوسيين كان عندهم أحياش في الزيتونة. المهم الخط هذا كان متداول عند جدودنا لعند السبعينات في الكتاتيب في كل ليبيا. وهذه يعني زي ما قلت أمثلة من الخط المغربي المبسوط، وبعضها مبسوط ومعه مجوهر، وهذا كذلك بنعطيكم مثال بعدها عليه مخطوط أمازيغي يستعمل في الخط المغربي يرجع لسنة 1882 للشماخ اللي هو إغاثة دي بريدن وديدرار النفوسين. وبعده شوفوا مخطوط مترجم من الأمازيغية للعربية بخط مغربي، وهو عقيدة التوحيد. ايه سمعتوني صح، هو في الأساس كتب بالأمازيغية وبعدين تم ترجمته للعربية، وزي ما تشوفوا في المخطوط نفسها مكتوبة في الأسفل. وهذه الترجمة ترجع للقرن الحادي عشر، يعني الكلام هذا قديم هلبة. به عودة على التغيير اللي صار للخط المغربي، مش ديما في العصر العثماني صار تحول الخط فيه، حتى في العصر العثماني فيه موظفين عند العثمانيين ما غيروش الخط المغربي في كتاباتهم، وهذا من مؤرخ الدولة القرمالية. عندي مخطوطين من ملك مؤسستنا، الأولى التذكار في من ملك طرابلس وما كان بها من أخبار، مع أن يعني كاتبه هو ابن غلبون يعني بخط مغربي مبسوط بالرغم من أنه مؤرخ القرماليين. وفي هلبة حقيقة وثائق قرمالية بالخط المغربي، والقرماليين حاولوا أنهم هم يرجعوا للوطنية، حتى اللهجة الليبية كانت هي اللغة الرسمية في الدولة، وداروا أشياء أخرى ليعززوا التليب على أي حال. وزي ما قلت في وثائق هلبة قرمالية تكتب بالخط المغربي. وكذلك المخطوط الثاني أواخر العصر العثماني الثاني من مدينة مزدة من تحرير الشيخ السني، وهو رد الحوادث بالبدع للشيخ أحمد الزروق البرنسي. وعلى فكرة حتى وقت الطباعة الحجرية كان الخط المستعمل هو المغربي. يعني أنا مش عارف أيهم من المخطوطات اللي كنت نبي نوريكم، هذاك كان مصحف أظن، هذه هي الطباعة الحجرية اللي نبي نوري لكم. أيوة هذه هي عليها كتابة بخط مغربي الطباعة الحجرية، وهذا هو اللي كان مستعمل الخط المغربي في، وكانت فيه نقلة نوعية في توسع وشيوع الكتابة، فكان يجيب أحسن الخطاطين باش يكتبوا لهم الكتب هذه اللي تندار بالطباعة الحجرية. وعلى فكرة المخطوط الأمازيغي اللي وريت لكم بكري طباعة حجرية، ولكن للأسف الشديد بعدين اضغط الطباعة متاع الرصاص هذيك الحروف المتحركة، وللأسف ما داروش حروف مغاربية فاستخدموا واضطروا يستخدموا في حروف المشرقية للطباعة، بحكم أن الطباعة في المشرق أو الشرق الأوسط خرجت في فترة مبكرة. وللأسف قل ما تجد مخطوط أو عفوا مطبوع مصفف بالخط المغربي إلا في العناوين، وهذاك سبب كبير للتحول للكتابة المشرقية. ولكن اليوم مع الكمبيوتر يمكن العودة بسهولة للخط المغربي في ليبيا كيف كان عليه جدودنا. الشاهد أن الخط المغربي هو الذي كان الحرف الليبي بامتياز بكل أشكاله، وياريت شبابنا يعاودوا ينجون خطوط على الكمبيوتر ويديروا كراسات تعليمية عن الخط زي الكراس هذا،
الخط المغربي الميسر اللي هو نشرته وزارة الأوقاف في المغرب. وحنا علاش وزارة الأوقاف نتاعنا ما تهتمش بالحاجات هذه؟ يعني أنا نتعلم حقيقة في الخط المغربي عن طريق الكراسة هذه والأمثلة منها هلبة هلبة، وما زلت نتعلم ونقلد فيه ونتعلم منه حتى نتقنه إن شاء الله، وهذا يبي صبر هلبة. وفي ليبيا الحق يعني احنا محظوظين هلبة، لأن عندنا معلم بارز جدا اللي هو الشيخ إبراهيم المصراتي، اللي مؤخرا فتح مدرسة في مصراتة للخط العربي، وقال قال لي هو شخصيا الخط المغربي حيكون له نصيب كبير في التعليم، وهو أصلا تخرج على يد خطاطين وخطاطات ليبيات بالخط المغربي. وهذا حقيقة خلاني جدا فخور أني نسمع الخطاطة الليبية سالمة بوبا مجازة في وفيه بشهادة في الخط المبسوط، ومعها الخطاط الليبي سالم الدغيس والخطاط الليبي أحمد لطفي طلحة. الاهتمام بالخط المغربي الليبي وبتحسين الهوية البصرية الليبية بدت تنتعش هلبة وتنتشر. وعلى فكرة الأستاذ القدير وذاكرة المدينة القديمة عمي مختار دريرة عنده شهادة شرفية من الخط في الخط المغربي المبسوط، وهو كذلك. وأنا سعيد جدا أن فيه ناس مهتمة والخط ولا حاجة كبيرة، والناس تبي تتعلمه وتبي تعرف تاريخه ولا عنده مكانة وعودة، زي ما أكد لي الأستاذ الفاضل وأستاذي حقيقة في الخط المبسوط محمد خليفة الخروب، اللي هو أصلا من كبار المبدعين الليبيين في الخط المغربي، وعنده طلعات حديثة ولوحات من ومعارض حتى شخصية بالخط المغربي الجميل. وعلى ذكر الخط المغربي، الإبداع المبدع الشيخ إبراهيم المصراتي هذا اللي افتح مدرسة مؤخرا زي ما قلت في مصراتة على نفقة رجل أعمال مصراتي، تخرج من معهد ابن مقلة للخط. نعم، معهد ابن مقلة للخط في بداية الثمانينات، هو كان في الدفعة الثانية، والمعهد هذا كان أول معهد تأسيس للخط في أفريقيا الشمالية، أسسه من ضمن المؤسسين أبو الخطاطين الليبيين المعاصرين الشيخ أبو بكر ساسي اللي تكلمت عليه في حلقة الصحافة، لأنه خطط كل الترويسات بتاع الصحف الشهيرة. المهم الشيخ أبو بكر قري في مصر في الأزهر، واخده إجازة في مدرسة تحسين الخط في الفترة المسائية، كان يقرأ في الأزهر في الفترة المسائية مشي لمدرسة تحسين الخط في كل الخطوط على فكرة، منها الخط المغربي بأنواعه، وبدأ على فكرة في وضع مصحف بالخط المغربي. والمهم كملاش، ومعهد بن مقلة هذا اللي كان في الهاني هذا من تأسيس الشيخ أبو بكر ساسي، وجاب له مجموعة من خيرة المدرسين من مصر ومن تركيا في هذاك الوقت. به في الخاتمة نبي نختم بالمصحف اللي داره المجمع الملك فهد بخط مشرقي وقواعد تشكيل وتنقيط مغربية على رواية ورش، وهذا في نظري فيه تشويه للخط المغربي الجميل. ولكن اللي ما يعرف شيء عن الخط المغربي ويبي يتعلم عن القلم المغربي يبدأ بهذا المصحف وينتقل للمصحف المغربي قلما ومصحفا المبسوط، وبهذا بسهولة تقدر يعني تقرأ أي شيء مطبوع بالخط المغربي. وقبل شوية تكلمت عن الطبعة الحجرية ويعني في الكتابة بالخط المغربي، وتقدر تقروا الطبعة الحجرية وتقروا الوثائق وتقروا المخطوطات وكل هذا في هذا الأساس. به باش ما نطولش عليكم، الهوية البصرية الليبية والتليب حان وقته في كل شيء، في اللباس والحرف والعمارة والدين والأكل وكل شيء يجب العودة للذات الليبية الجميلة وبكل تجلياتها وبكل تنوعاتها، ما يقصي حد وما يتفاخر حد على حد، هذه كلها لينا اللي جتنا وافدة واللي هي أصيلة، كلها لينا اللي وافد احنا طوعناه والأصيل حافظنا عليه. تحياتي وإلى اللقاء في مشهد ليبي آخر وفي موضوع ليبي آخر يعزز التلييب ومحبة ليبيا منا جميعا وتقديرها والعودة بها للأصالة. تحياتي لكم وإلى اللقاء. أرتفع.